انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة الحفر العشوائي للآبار الارتوازية، وأدى ذلك إلى ازدياد أعدادها بشكل كبير، حيث وصل عددها بحسب مصادر غير رسمية إلى حوالي 20,000 بئر ارتوازي. هذا سيؤدي إلى مشاكل كبيرة، منها استنزاف المياه الجوفية وقرب الآبار من بعضها البعض، مما سيؤدي إلى استنزاف كبير حقيقة للمياه الجوفية مستقبلا، وهذا سيؤدي إلى تغير نوعية الزراعات المروية في المستقبل. أضف لذلك انخفاض هذا المنسوب في المياه الجوفية الذي سيؤثر أيضا على مياه الشرب. والحقيقة لا يوجد آلية معينة حتى الآن لضبط هذه العملية، عملية الحفر وعملية استنزاف المياه الجوفية. نعمل بكل إمكانياتنا لمنع ظاهرة حفر الآبار الارتوازي العشوائي التي انتشرت في الفترة الأخيرة، وخاصة في غياب القوة التنفيذية، القوة الأمنية على أرض الواقع. هذه الظاهرة خطيرة بحاجة لمعالجة ومتابعة. نحن أصدرنا القرارات اللازمة بخصوص منع حفر الآبار الارتوازي، وغيرنا كحكومة مؤقتة. الأوضاع كيف أنه هي آخر سنوات صارت تصير محل وقحط وماء وقلة أمطار، فأنا قررت أحفر بير. كنت أصل مع عند جيراني، بعدين سألت قالوا لي أنه ما بيأثر إذا صعدنا عنا أو من عند أو من أرضك. قلت له كيف يعني إنه المي الجوفي ما راح تأثر إذا حفرت بير بأرضي أو صعدنا عند جيراني؟ ليش؟ إنه كمية المي وحدي. فأنا قررت أحفر بير بأرضي وأسقي مثل ما أنك شايف، عشان أطور زراعتي ويجيني محصول أكثر وأعلى، وأنه كانت ما بتوفي معنا، الأسعار رخيصة والمحصول قليل، فأنا لهالشيء قررت أحفر بير وصير أسقي من أرضي، وما بيأثر هالشيء إن شاء الله لا على المي الجوفي ولا على غيره.